دلوقتي جت الفقرة اللي أنا مستنياها من أول الحلقة، عشان أنا فعلا أول مرة أشوف حد بيعمل براند مصري هاند ميد بإيديه، شنط بالجلد from A to Z وبالجلد الطبيعي، خامات طبيعية ومصرية 100%. معايا النهاردة أستاذ شادي زريجي اللي هيحكي لنا عن المشروع بتاعه وبدأه إمتى وإزاي وصل للنجاح الكبير ده. صباح الخير يا شادي. صباح النور، ازي عامل حضرتك؟ إيه؟ الحمد لله بخير. نورني في البرنامج. طبعا من اول لما انا شفت حاجتك واتكلمت معاك استغربت ان انت عامل الحاجه دي بايديك فروم اي تو زد وبخامات جلد طبيعيه 100% مظبوط ومصريه. مظبوط. كلمني عن المشروع بتاعك، بداته في امتى وخريج ايه كده يعني. اوكي، انا شادي الزريجي، خريج كليه تربيه نوعيه. تمام. بدات الشغل بتاعي ده من سنه تانية الكليه بالظبط. ما شاء الله. تمام. وانت بتدرس لسه؟ بالظبط، من وانا بدرس، لان الفكره ان لقيت ان انا بتعلم حاجات يعني كويسه جدا جدا، ولما سالت عليها بره ان لو انا ما كنتش بدرسها ومحتاج ان انا اتعلمها كويس. هدفع مبالغ كبيره جدا. قصاد ان انا في الكليه عندي دكاتره اللي هم بيعلموا الناس اصلا بره بالمبالغ الكبيره، برافو عليك، فبيدوني كل ده ببلاش جوه في الكليه. برافو عليك. فهي الفكره ان انا استغليت النقطه دي، وان انا ابتديت وانا بدرس عشان لو عندي اخطاء الحق ان انا استفيد منهم وهم لسه بيدرسولي. ما شاء الله، برافو بس عليك. فالفكره ان هو ان انا اعمل المنتج، بشوف براجع مع الدكتور في ايه هنا يتعدل فيه، هي. في ايه هنا محتاج يتظبط، اقدر اسعر ازاي، كميه التفاصيل دي. وكانوا الدكاتره بيستجيبوا للكلام مع انه مشروع جداً. خاص بيك مش بالزبط. مشروع تبع الجامعه بالزبط. بتاعتك. جدا ما جدا شاء الله، انا برافو الحمد لله عليك. كان ربنا رزقني بدكاتره كويسين جدا وبيساعدوا الناس، يعني لما بيلاقوا حد بيحاول ان هو يجتهد فلا ما عندهمش لا، اي مشكله جدعنة خالص ان هم المصريين موجودة في يساعدوه. كل مكان ده حقيقي، وعلى جميع الطبقات والفئات. ده دي حقيقي. جدعنة، دي مظبوط. حاجة بالفطرة فينا كده. فخليني أقولك ان انت بتجيب الخامة وترسم باترون وتحط على الجلد، صح؟ اشرح لي مظبوط. كده انت بتعمل كل ايه. حاجة بتتعمل بالإيد، يعني كل حاجة بتخرج من البيت بمعنى صح. كل ده بالإيد؟ كل ده بالإيد، برافو عليك. يعني هو أنا بيبقى معايا مثلا النوت بوك بتاعتي، مثلا بيبقى لازم يبقى عندي مخزون بصري كبير الاول، ان انا بشوف كتير واشوف صور لشغل كتير واشوف شنط ومنتجات جلديه برضو كتير مع ناس كتير مختلفه، فده بيخلي يبقى في مخزون بصري عند الواحد. فببتدي ان انا اقعد اعمل سكتش كده بسيط، ابتدي اشوف الشنطه دي انا هستخدمها في ايه، يعني هل هحط فيها لابتوب، هحط فيها نوت بوك، هحط فيها موبايل ومحفظه وساعه بس. تمام. على حسب الاستخدام بتاعها بروح حاطط المقاسات بتاعتها، مظبوط. وببتدي بعد كده ان انا اقطع واخرم وانفذ واعمل الفينش بتاعها لحد ما تطلع كده بالمنظر ده بالظبط. القطعات والخرامات دي هاند ميد، سوري، يدويه؟ لا، مفيش تدخل لاي مكان نهائي، في يعني التعامل ده مع جراحات كل ده الحول. التقطيع يدوي، نشوفكم في الفقره الجايه. التخريم يدوي، الخياطه دي يدوي، فينش الحرف ده يدوي، برافو كل عليك. حاجه يدوي، يعني مفيش اي حاجه برافو بتتعمل عليك. بره، يعني يعتبر اللي بيتجاب من بره هو الاكسسوارات المعدن. بس. بالظبط. انت عارف يا شادي، انا يعني للحظه حسيت انه تقفيل مش يدوي وتقفيل مكنه من كتر نظافه الشغل والدقه فيك. تسلم. وما شاء الله عليك، يعني ربنا يوفقك دايما. انت اقل التفاصيل وادق التفاصيل واخد بالك منها، ما لا خط معوج في خياطه ولا قصه معوجه سنتي. ده لازم ليه؟ لان احنا عشان معلش حضرتك دلوقتي لما بتروح اي بيت او اي حاجه يقول يبقى فخور دايما ده المحفظه دي جلد طبيعي، ايوه دي معايا بقالها 10 سنين او مش عارف ايه، فبيبقى الموضوع تحس ان كلمه جلد طبيعي دي فجاه بتلاقي يعني الحاجات من دي جواكي بتعيش بقت عمر. الحاجه. طبعا طبعا تتورث لاجيال واجيال واجيال، فهي الناس يعني بتستغرب هو ليه الحاجه سعرها غالي او ما هو اصلا بيطلع يجيب المحفظه العاديه او الشنطه العاديه من بره. ايوه. بتمن كبير. طب ما تحط مثلا، مش بنقول حط العشر اضعاف، انت ممكن تحط ضعف واحد بس ويجيب حاجة جلد طبيعي. انا عارفة ان اسعارك في المتناول، صحيح؟ ده انا مؤخرا اكتشفت ان هي ممكن اصلا تبقى اقل من سعر السوق. الجين تلاقي نموذج وبتخدم بلدك كل حاجه، بيساعدوا ست لست. عشان كده النهارده هكلمكم عن جمال، ان عايزين الناس كلها تبتدي تستخدم المنتج المحلي وبالمثال حاله يعني كلورا مفينيكول يعني معلش بنتعامل على مشاكل بطنه، ان حضرتك ممكن يكون الضغط عالي او في انيميا او في مشاكل في الاسنان او في برافو عليك. حضرتك فاهم قصدي ايه؟ برافو عليك. والفكره كمان كيف قرار الجراحه، والفكره ان انت كمان معلش حضرتك لما بتشوف المحفظه في محل فانت مجبر عليك الديزاين ده التصميم ده، لكن ميزه الشغل عندي ان حضرتك بتدخل تتواصل معايا بتقول لي شادي دلوقتي انا محتاج محفظه عايزها تشيل ست كروت،
عايزها تشيل 10 كروت، عاوز جيب بسوسته، عاوز لون خيط معين، عاوز التخريم يبقى شكله كذا، الخياطه يبقى شكلها كذا، بيقدر يحدد المنتج بتاعه عشان يبقى حاجه شايل حاجه وان بيس ليه هو بس. حاجه مميزه يعني مفيش منها اتنين، على حسب تصميم العميل يقدر يختار كل حاجه، وفي يعني الاول في الاخر بنفس التكلفه يعني مش بتبقى حتى كمان ممكن تكون اقل كمان من بتبقى اقل كمان من سعر السوق بره. يعني لو هو رايح يجيبها من مكان بس، خاصه كمان ان انا بشتغل بجلد بقري. أيوة. معظم الاماكن والحاجات الغاليه لما بتبيع حاجه جلد طبيعي بتبقى معموله بجلد الماعز. أيوة. وده اللي هو سمك ارق واخف وكمان سعره ارخص. ياه. ورغم كده بتتباع بسعر عالي جدا على انها حاجه جلد طبيعي. هي جلد طبيعي. ايوه بس مش نفس ده بالظبط. انا أوكي. بستخدم جلد بقري. أيوة. حاجه متينه وتعيش عمر اطول بكتير وقويه جدا. الجلد الماعز بيبقى ضعيف جدا، يعني يا دوب انا بستخدمه في شغلي كبطانه، انا ببطن بيه بس مش بستخدمه في اي حاجه تانية. ليه؟ عشان حاجه تبقى مع العميل تعيش معاه 10 سنين قدامه، وممكن 15 سنه و20 سنه قدام، ما شاء الله، على حسب الاستخدام بتاعه. ما شاء الله. بتاخد منك وقت قد ايه؟ على حسب، على حسب كل تصميم. يعني في حاجه ممكن تاخد 3 ايام، في حاجه ممكن تاخد 4، في حاجه ممكن تاخد على 15 يوم. الشنطه الشخصيه بتاعتي اللي كنت عاملها اللي هي اللي عليها الفوكس دي كانت حلوه قوي، قعدت فيها حوالي احنا شهرين. عايزين ننزل صورتها اللي هي تصميم الشنطه اللي عليها الفوكس وكذا تصميم تاني، دي كانت تحفه تحفه. انا دي قعدت فيها شهرين. ياه. شهرين شغل يوميه متواصل. ليه؟ عشان الفوكس ده يطلع، او هو سوري هو مش فوكس، هو ديب بيطلع بارز كده بالظبط. هو عشان اقدر اطلع شكل الديب دوت مظبوط، انا قعدت الاول ادرس التشريح بتاع الوش بتاعه، العظم بتاعه ايه البارز ايه الغائر، الشعر هنا طويل اللي في الودن، الشعر اللي في الملمس نفسه قصير اكتر من رائع، شعر الصدر والدقن بتاعه اطول، الملمس بتاع المناخير، البقره بتاعت الظل والنور زي بتاعه زي ما احنا شايفين في الصوره كده، حاجه تحفه. عشان تطلع بنفس الشكل ده كان لازم اهتم بكل التفاصيل بتاعتها عشان تطلع بنفس الكواليتي ديت والصوره دي. برافو عليك، برافو عليك يا شادي. آه في حاجه يعني بص هي لمستني فيك قوي، بصرف النظر بقى ان انت عامل شغل هاند ميد وشاطر فيه قوي وتديله وقتك ومجهودك واسعار في المتناول، انت قلت لي جمله شدتني قوي، ان انت بتساعد الشباب ان هم يتعلموا صنعه عشان انت بتشوف في كل واحد انه يقدر يعمل حاجه، فانت بتعلمه وبتساعده وان هو ده كل ده فور فري، المهم ان قدامك يطلع بيعمل مشروع، صح؟ ده حقيقي. يعني لو في حد محتاج ان هو يتعلم الشغل دوت ويبتدي يبدا البيزنس بتاعه وشايف ان هو عنده يعني عنده القابليه وعنده الوقت لده، ما عنديش اي مشكله خالص. يعني جهز الادوات اللي هطلبها منك ونعمل روم على اي ابلكيشن اونلاين. ايوه. ونقعد نشتغل.